الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت شركة تسويق النفط في العراق سومو عن خطط لزيادة معدل التصدير اليومي إلى 3,600,000 برميل يوميا العام المقبل. وقال معاون مدير عام الشركة محمد سعدون محسن إن مجموعة أوبك بلس تجتمع بداية الشهر المقبل لمناقشة وضع السوق بناء على معطياته، مبينا أن هناك قرارا متخذا بتخفيض الإنتاج بنحو 2,000,000 برميل يوميا اعتبارا من شهر تشرين الثاني الحالي، وهذا القرار يطبق على مدار السنة المقبلة. وأضاف أن هناك خطة أخرى تتضمن تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع معدل التصدير إلى 900,000 برميل يومياً، موضحاً أنه تم وضع خطة ثالثة حول القرض الياباني وخور الزبير والتي ستزيد بمعدل 900,000 برميل يومياً. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية لتتجاوز 100,000,000 دولار في مزاد جرى بمشاركة 38 مصرفاً. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 141,387,000 دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار. وأضاف المصدر أن 75% من المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 113,387,000 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية. كشف تقرير لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي أن 88% من نسبة الديون السودانية هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد. وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغت 7% ونادي باريس 16%، فيما بلغت نسبة الدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس 50%. ونفى التقرير تسجيل أي مدفوعات عن المبيعات والمشتريات مع ماليزيا والهند وشركة البترول الوطنية الصينية خلال الربع الثاني من عام 2022. قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الألماني كلاوس إرنست إن إبرام اتفاق توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لا يعد بديلاً عن الغاز الروسي. وأضاف إرنست أن 2,000,000 طن من الغاز القطري لا تسد سوى 3% من احتياجات الدولة، ولذلك لا يمكن أن يكون بديلاً للغاز الروسي. هذا ووقعت شركة النفط والغاز القطرية اتفاقية مع شركة كونكو فيليبس الأمريكية لتوريد 2,000,000 طن من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا سنوياً لمدة 15 عاماً اعتباراً من عام 2026. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن المخاوف من إبقاء أوبك بلس سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها القادم حدت من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 95 سنتاً لتصل إلى 83 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 80 سنتاً لتصل إلى 79 دولاراً للبرميل. هذا وساعد على تعزيز الأسعار انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7,900,000 برميل في الأسبوع المنتهي، فيما زادت مخزونات البنزين بنحو 2,900,000 برميل. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.